تسمعه من عدد كبير من السايق. طبعا هو البعض هيقول لك ايه الحوار العبثي ده وائل ابراشي جايب واحد يتعاطى الحشيش والمخدرات. هو مش واحد، عدد كبير من السائقي. شوف لنا الناس دي ايه بس. نعم، بتكشف لنا المنتاليتي بتاعت الناس دي ايه. هو ده كويس عشان انا اخد المضاد ليها، وبعدين الراجل سيقول لك سيبك من الحشيش خلينا في الطرق. وبعدين احنا اتفقنا ان المنظومه حلولها المنظومه بشر مركبه طريق. والله الذي لا اله غيره، لو ابتديت بالطريق او ابتديت بالمركبه لا تزيد الحوادث، وانا كخبير دولي اهو. انما لازم ابتدي بالبشر اللي بياخد الحشيش ده. طب ما هو بقول لك انا بشرب حشيش ومية مية وما بعملش حوادث اهو. اللي بيسرق يا استاذ وائل بيقول ده رزقي، ومش عارف مين بيقول ده ايه، وانت عارف ده كويس. احنا مش عايزين نتطرق ونتدنى الى هذا الكلام. لا، في قانون في البلد. يعني انا النهارده اسيب الحرام يسرق اقول ده رزقه؟ طيب خلينا اساله بقى. طب انت لما بتعدي على كمين والناس دلوقتي هتحلل، هل انت بتاخد حاجه عشان تبطل؟ كان طالع كلام ان انتوا بتاخدوا حبوب منع الحمل عشان لو حد حلل لك تحليل المخدرات ما يطلعش. هل بتعمل ده؟ مش مظبوط. ايه؟ مش مظبوط يا استاذ وائل، انا يسري. قول. لا خلينا اسمعه يا سياده اللواء، انا عايز اسمعه هو. يا استاذ وائل، في حد بياخد برشام منع الحمل؟ في حد عاقل يعني بياخد الكلام ده؟ كان يعني البعض قال انه بياخدوا حبوب منع الحمل علشان تخفي ال 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 السيدات اللي بتشوش الرجاله. السؤال بس اللي سيادة اللواء، قول له على الطريق من الساعة 11 للساعة 6 ما الشامبورة هتنزل هتعمل ايه؟ طب ما هو الحشيش بيعمل لك ايه هنا؟ ايه علاقة ده بانك بتتعاطى حشيش ومخدرات؟ يا استاذ وائل، يا استاذ وائل اتفضل. حضرتك من الساعة 11 للساعة 6 لو في شبورة هتمشي ازاي؟ فهنا الحشيش يعني هو اللي بيعمل لك ايه؟ يا استاذ وائل بعد اذن حضرتك، انا مش بكلمك في الحشيش، انا بقول لحضرتك السؤال. ماشي، انا مقتنع، انا معاك. سائقوا هنا عنوان تاني، سائقوا النقل يتساءلون انت عامل لي من 11 ل 6 صباحا. طيب لما احنا داخلين على الشتاء هتبقى في شبوره كبيره لما نقف، وما اقدرش ان انا امشي الا الساعه 5 او 6 لما تبتدي الشبوره تخف او يبقى انا هعمل ايه؟ ده سؤال ملوش علاقه، انا معاك. وهذه القضيه وهذا السؤال يحتاج لاجابه. حاجه تانية، انت بتقول انه قبل ما تشوفوا المخدرات اللي في دماغنا شوفوا الطريق صحيح اللي احنا ماشيين عليه ولا لا. معاك انه الطرق ليست سليمه وانها تؤدي لحوادث. امنع الحمولات الزياده اللي بتبوظ الطرق يا زوال. امنع الحموله الزياده اللي هي بتبوظ اصلا الطرق، اللي عامله زي المجاري اللي بتخطف عضله القياده اصلا كمان. حتى كمان طيب دلوقتي في حملة، أنت أحد السائقين، وفي حملة مجتمعية ليست أمنية فقط، بعد أن ثبت أنه سائق أتوبيس البحيرة كان يتعاطى الحشيش زي حالتك، موت الطلبة، التلاميذ جثثهم تفحمت، أنت عايز نستنى لما أنت تعمل لنا مصيبة تانية؟ وصل سؤال. مين اللي قال ان تحليل السائق حشيش او ماده مخدره بس؟ مين اللي قال انها حشيش او غيره؟ امال ايه؟ مين اللي قال يعني؟ ما المواد المخدره كتير. ما انا بقول المخدرات بكل اشكالها. بكل اشكالها تحارب من الـ من الـ من الـ من, الـ من الجذور ما تنزلش. طبعا، ما هي كلها بيتم ادراجها على جداول المخدرات. يعني في برشام في الصيدليه بيبقى مخدر، برشام بياخده مريض بيبقى مخدر. انت الترامادول في حملات امنيه لضبط الترامادول، وانا كان حتى في لقاء مع رئيس قوات حرس الحدود قال انه اكبر كميات بنواجهها هي تهريب الترامادول، وهي الكميات الضخمه والكبيره. وتصنيعه محليا لا.
طيب ما انا مش عايزك تتعلل تقول انتوا جاي، يعني واحد يقولك انت جاي على ان انا تلت بالسكينة، ما تشوف المسدسات بتعمل ايه، انت بتقتل وهو بيقتل. ايه اللي بيقتل ده؟ اللي بيقتل ده معلش بقى، ده مش في وعيه، ده فقد الوعي، مش من المخدرات بس، ما بنقولش الحشيش او ولا بنقول المخدرات بجميع انواعها، ما بنقولكش لا هي صح ماشي. احنا عايزين نشوف طبيا كمان حد يقنع الناس يا جماعه، يعني طبعا مفيش حاجه، يعني مهما هنتكلم معاك انا عارف انت مش هتقتنع لا طبيا ولا امنيا ولا اجتماعيا، وهتقفل معايا دلوقتي وهتعمل دماغ وتطلع على وهتطلع على الطريق بعد كده مهما هنقول. ايه اللي مخليك مقتنع قوي انك انت لما تسوق مقطوره وتطلع على طريق لعده ساعات فلازم تعمل دماغ مخدرات وحشيش؟ هو لازم وانت ماشي يا سيد الزوال، وانت قاعد في بيتك وانت في اي وقت، مش لازم وانت ماشي يعني، ما بقولكش لا وانت ماشي. قاعد في بيتك انت وانت ماشي هو كده كده القانون يطبق علي، لكن وانت ماشي حياة البشر ليست ملكا لك. يا زوال يا زوال، مفيش محدش بيشرب وهو ماشي. ما انت بتقول بعمل دماغ في البيت قبل ما يعني بتعمل التعميره، تعمر دماغك تركب عربيتك بعد كده وتنطلق. هو انا كده بكلمك في حاجه في كلامي؟ انت في حاجه باينه في كلامي يعني؟ انت عامل دماغ دلوقتي يعني، فبتقول انا مش يعني في حاجه مخله في كلامي؟ انت يعني متعاطي دلوقتي فبتقول خليني متعاطي، بقول لك في حاجه في كلامي؟ في حاجه في كلامك عند لحظات معينه، عند لحظات يعني معينه. لحظات معينه بقول لحضرتك دلوقتي الشبوره والطرق، انت عندك طرق فرديه، طريقين اتنين بس، لا عندك برك انت قاعد فيه ماشي، ولا عندك اي استراحه تقعد فيها، لو انت اصلا حتى كمان بالنهار مش بالليل، انا مكان تقعد فيه؟ بتقف على في نهر الطريق. طب ايه دخل ده بالحشيش والمخدرات يا بيه؟ انا ما بكلمكش على الحشيش والمخدرات، الحلقه مش على الحشيش والمخدرات يا ازواق، الحلقه اولا انت بتتكلم من جانب واحد، الحشيش او المخدرات ماشي انا معاك، طب بتكلم من الجانب الثاني بقى الطرق. سياده اللواء يسري هو بيقول لك انه ما انا بتكلم اهو معاكو، انتوا حاسين ان انا بعمل حاجه غلط وانا بطلع على الطريق بقالي سنين. انا لا اتفضل اتفضل اتفضل. ده بيعمل حاجه غلط، انت عارف ان الكلام ده مش متناسق، يعني واحد بيقول لك ان انا بعمل دماغ وعشان الطرق عندكم مش كويسه، فهل استدعاء ان الطريق مش كويس ان انا اعمل ان انا اغيب؟ لا، ده من باب اولى ان انا ابقى كونشس قوي. يعني لو كان الطريق ده فيه عيوب زي ما بيقول كده، يبقى انا من باب اولى ان انا لا اغيب على الاطلاق. بل بالعكس انا ما يكونش عندي حتى نوم مايكروسكوبي، يعني نقص نوم، ومظريه نقص النوم دي لا، يعني هو انت 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 بتشوف ان جزء كبير من خلال خبرتك، انت اشتغلت في المرور سنين، هل جزء كبير من الحوادث جزء منها سببها ان السائقين يتعاطون الحشيش؟ لا، اي مغيب، اي حاجه تطول التايم ريسبونس. يعني ايه؟ يعني انا لو اتكلمت في التليفون التايم ريسبونس عندي بيزيد لان ببقى مستغرق فيه، انا لو كنت مجهد بيبقى التايم ريسبونس عندي كبير، انا لو كنت مش نايم النوم الكفايه يسموه نظريه نقص النوم والنوم الميكروسكوبي والجفوه، انا هبقى رد الفعل عندي كبير، انا في نهايه الرحله رد الفعل عندي كبير. مواضيع رد الفعل الطويل دي بيتعمل فيها 3-4 دكتوراه، منها طبعا اندر دراجز واندر الكحول، طول المخدرات. طيب خليني يبقى النهارده انا لما يكون عندي طريق وحش وما زود الطينه بله فان اخد مخدرات، يعني انا التعليل اقبح من عذر، اقبح من ذنب، يعني بيقول ان الطرق عندي وحشه فهو بيعمل دماغ، الطرق مش عارف ايه ما عنديش مكان بيعمل دماغ، بتنزل شبوره، الله طب انا اعمل ايه الفرصه بشيل شبوره او عاصفه طلعت اعمل لها ايه؟ دي بيسموها حاجات طبيعيه او فورس ماجير، حاجه خارجه عن ارادتي في القانون.
يبقى لازم اقف. دي ساعتها يقول لك خلي سرعتك على قد. طيب لكن هو كده انا لازم اقول له انت ترتكب جريمه. ال- 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 التعاطي يوقعه تحت طائله القانون. التعاطي وهو سايق اكبر مغلظ. يعني التعاطي لوحده ليه عقاب، التعاطي والقياده له عقاب غلظ. ما بيقول لك انا ما حد. طب ما هو ما حدش بيمسكه يا سعاده الباشا دلوقتي. ما هو كتير بيسرقوا ما حدش بيتمسك كتير بس ان احنا النهارده اللي بيحصل ده. انا بحيي المهندس محلب من رئيس الوزراء، انا بحيي استاذ رئيس الجمهوريه انه عمل محاكم ودوائر متخصصه، انا بحيي اللي بيطلع في كل الشرطه من تحيه حادث المرور. انا مش هدوس على زرار، احنا بنتعامل مع البشر، هيطلع كله تمام. لدي خطوات اصلاحيه يسموها السيفن ايز العالميه، احنا خدنا بيها مش عشان. طيب انا الحقيقه عامل المناقشه دي لانه صبح. لانه في شعار يرفعه عدد كبير من سائقي المقطورات، هو نفس اللي بقوله احد السائقين اللي معانا، انه انا ما ينفعش اطلع على الطريق الا كده. ده بيقولوا الكلام ده جزء كبير مش كلهم، عشان عشان سائق المقطوعه ممكن يقولوا احنا كلنا مش كده. نعم بس في جزء كده بيقولوها نتيجه خبرتي 30 سنه في المرور. بتاع النقل اللي واخد محشش ما بيرضاش يدوس فرمله ويسيب الملاك هو اللي يدوس، ويقول لك الكبير كبير واساله الكلام ده. وبعدين حاطط قالب طوب على الدواسه. يعني ده في حاجات احنا شفناها خلال خدمتنا يعني انبليفبل مش ممكن تتخيلها، لان هو خلاص غيب. نو بريك نو برين. طيب خلينا اساله وانا هجيب لكم كلام تاني، الكلام بتاع السائقين تاني اللي هنشوفه، لانه الحقيقة